تم القبض على امبراطور الذهب. الذهب في مصر الفترة الأخيرة مش مستقر أبدا، ولو قارنت سنة 2022 بسنة 2023 هتلاقي الفجوة بينهم كبيرة جدا. يعني ممكن تسيب الجرام الواحد سنة وترجع له تاني وتلاقي زاد حوالي 2000 جنيه، متخيل؟ في بلد متوسط الدخل فيها 4000 جنيه والأسعار فيها دايما في الطالع. ولكن يقال إن اللي سبب زيادة الأسعار كان سعر الذهب، وده كان على حسب كلام الجهات المختصة، وعشان كده تم القبض على امبراطور الذهب واللي اسمه روماني عيسى. روماني عيسى اللي ساكن في حي الجمالية بالقاهرة، والشخص ده معروف إنه من أشهر تجار الذهب على مستوى الجمهورية. ولما اتقبض عليه الشرطة اكتشفت عنده كمية كبيرة من الدولارات، ده إلى جانب كمية كبيرة جدا جدا من الذهب. وكمية الذهب اللي تم اكتشافها عند روماني عيسى ما كانتش قليلة، دي كانت 400 كيلو ذهب. يعني حضرتك متخيل الذهب اللي بيتباع بالجرامات ده هو عنده منه 400 كيلو كيلو كيلو. ويقال ان تاجر بحجم روماني عيسى هو اللي كان مأثر على السوق، وهو اللي كان بيتحكم في اسعار الذهب تنزل وتطلع وتطلع وتنزل زي ما هو عايز علشان يحقق اكبر نسبة مكسب. والمصادر الصحفية قالت كمان ان تحكمه في كمية كبيرة من الدولارات خلت سوق الدولار والمعروفة بالسوق السوداء اسعاره ترتفع جدا، لدرجة انه بيوصل اوقات ل 54 و 55 جنيه. وده اللي خلى المسؤولين يجزموا ان مشكلة الذهب وكمان مشكلة الدولار هينتهي جزء منها بشكل كبير بعد القبض على امبراطور الذهب، لانه كان واحد من العوامل على ضرب السوق وعلى احتكار العملة والذهب في وقت واحد. شعبة الذهب المصرية اكدت انها هتستمر دايما في الحملات التفتيشية ومش هتسيب اي محتكر للسوق سواء روماني عيسى او اي حد غيره، وانها بتحاول تظبط اجراءات استيراد الذهب وتوزيعه في الاسواق. فهل هتقدر تعمل كده فعلا في سوق كبير زي السوق المصري والاسعار تقل عن الاول، ولا الموضوع اكبر من روماني عيسى وهتستمر ارتفاع اسعار الذهب يوم بعد يوم؟ قول لنا رايك.